الفيلم ديالنا هو سيرة ذاتية على رياضي كبير. قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناة. في عام 1950 البرازيل انضمت كاس العالم وغادي تأهل للمباراة النهائية ضد الأوروغواي، ونهار الفينال كان واحد الولد سميتو ديكو كيسيري الصبابط وجاو عنده صحابه باش يلعبوا الكرة. سمح في الخدمة ومشى معاهم، وحيت ما عندهمش الكرة جمعوا التقاشر المنشورين وداروا بهم كرة، وكان معاهم زوكا خو ديكو، وبداو يلعبوا ويضربوا الكرة فوق السطوحة بطريقة جونغا اللي هي كيجونغليو كرة، أي بلا ما كتطيح للأرض. وكتبان المهارة ديال ديكو والطريقة باش كيلعب، وغادي يكملوا اللعب بالغيس ويتكرفصوا. ومنين رجعوا للدار مهم سولاتهم شنو وقع ليكم، ديكو قال لها منين كنا راجعين طحنا وتوسخنا. خو زوكا قال لها كنا كنلعبوا كرة. غوتات عليهم وقالت لهم نوضوا وصلوا عليكم. قالوا لها بغينا نتفرجوا في الماتش. جاوباتهم ما كاينش الفراجة. وفي الوقيته ديال الماتش كانت القهوة اللي حداهم عامرة بالناس كيسمعوا الماتش في الراديو، وكان معاهم باين ديكو، وديكو كان في السطح كيسمع من واحد الفتحة صغيرة في السقف وكيقول لصحابه. وفي الدقائق التالية غادي تسجل الأوروغواي وخسرات البرازيل بجوج لواحد، وغادي تدي الأوروغواي كاس العالم ديال 1950. صحاب ديكو غادي يمشيو وهو بقى كيطل من الفتحة وشاف باه كيبكي وغادي يبكي حتى هو. ومنين كان باه راجع للدار تلاقاه وقال له انا غادي نربح كاس العالم للبرازيل. باه قال له اسمع الهضره ديال امك وديها في قرايتك وبعد على الكره حسن ليك. مو كانت خدامه في دار ديال الناس لاباس عليهم، ودات ديكو معاها وهي كتسيق. قالت له انا تزوجت باك منين شفتو ماركه 5 ديال البيوت براسو، كان كيلعب مزيان، ومنين تقاص في ركبتو جراو عليه وما عنده لا تقاعد لا والو، ودابا خدام عساس ديال العماره. مو خرجت من الكوزينه وقالت له كمل انت. ودخل خوسي ولد مول الدار هو وصحابه، وبداو كيهضروا على واحد المكتشف المواهب ديال الكره وسميتو فلاديمير، غادي يدير بطوله للفرق الشعبيه والفريق اللي غادي يربح غادي يختار منه اللعابه ويديهم لفريق سانتوس البرازيلي. خوسي وصحابه بدا كل واحد فيهم كيشبه راسو بلاعب مشهور وكيقولوا السميات ديالهم. ديكو تحمس وقال لهم انا كنلعب بحال بيلي. خوسي قال له شكون بيلي؟ جاوبو حارس فريق فاسكو. خوسي قال له ما سميتوش بيلي، سميتو بيل، وطلق عليه السميه ديال بيلي باش يضحكوا عليه، وضرب الكره وهرق السطل. وجات امه وطلبات السماحه لخوسي، وخرجات ولدها وهو هز الاعلان قبل ما يخرج، ومشى عند صحابه وقالها ليهم. فصايبوا فرقه وشاركوا في البطوله وغلبوا الفريق الاول، وصاحبهم خيط ليهم تونيات من واحد ليزار وكيلعبوا غير بالحفه، وكملوا اللعب وغلبوا الفرق اللي لعبوا معاهم وتاهلوا للنهائي، وغادي يلعبوا ضد الفرقه ديال خوسي وسميتها فريق الملوك. خوسي غادي يسميهم فرقه الحفيانين حيت كيلعبوا بلا كوداسات. ديكو قال ليهم خاصنا سبرديلات باش نلعبوا وما عندهمش الفلوس باش يشريوهم، فمشاو سرقوا خناشي ديال كاوكاو وهربوا. وهما كيبيعوا جا عندهم خوسي وبدا يضحك عليهم ودابزوا معاه. تدرب ديكو باه وقال له الا بغيتي تولي لاعب محترف خاصك تكون على الطبيعه ديالك. نهار الفينال صاحبهم جاب ليهم السبرديلات وكانوا كبار عليهم ولبسوهم حيت ما رضاوش يلعبوا بالحفه. وجا فلاديمير ورحب به المعلق وقال لهم المقابله غادي تكون ما بين فريق الملوك بقياده خوسي وفريق الحوفات بقياده بيلي. وديكو ما عجباتوش السميه. بدا الماتش وتمارك على الفرقه ديال ديكو 6 البيوت حيت ما عرفوش يلعبوا بالسبرديلات اللي كبار عليهم. ديكو شاف باه وتفكر هدرته منين قال له خاصك تكون على طبيعتك، وحيد السبرديله وبدا يلعب بالحفه وبانت المهاره ديالو وقدر يماركي. صحابو حتى هما حيدوا السبرديلات ولعبوا وسجلوا 5، ولكن تسالى الوقت وهما خاسرين. وخا خسروا ب5-6 كلشي بدا كيشجعهم ويقولوا بيلي بيلي. فلاديمير عطى الباه كارد فيزيت، وهما فرحانين شافوا الخدامه اللي سرقوا منهم كاوكاو فهربوا وتبعوهم وبدات الشتا كطيح. ديكو وصاحبو تياغو دخلوا في حفره باش يتخبعوا، وبسبب الشتا الحفره بدات كطيح عليهم. ديكو خرج وبغى يعاون تياغو باش حتى هو يخرج وما قدرش، وعيط بالجهد وجاو الخدامه وخرجوه، لكن كان مات وهزوه وداوه وهما متاثرين بالموت ديالو. ديكو مشى عند امه وقال لها تياغو مات بسبابي، انا اللي قلت لهم خاصنا السبرديلات باش نلعبوا كره، ووعدها انه يديها في قرايته ويبعد على الكره في مره. بدا يخدم مع باه عامل النظافه في السبيطار وبعد على صحابه وعلى الكره. باه شافو مابقاش فرحان كيف ما كان وبغى يخرجوا من هاد الحاله، وقال له انا فاش كنت قدك كنت كندرب بالمانجا وهي اللي علمتني التوازن. وبدا يلعب حداه كل نهار حتى بدا ديكو يتدرب معاه ويتعلم كيفاش يتحكم في المانجا،
وداز الوقت وديكو كبر ومازال كيتدرب. واحد النهار شافت امو كيتدرب وهو فرحان، وعرفات ان الفرحه رجعات له حيت ولا كيدير داكشي اللي كيبغي، وخرجات لاكارت ديال فلاديمير ومشات جابته يشوف ديكو كيتدرب. وديكو منين رجع للدار لقى فلاديمير كيتسناه وعرض عليه يمشي لاختبارات نادي سانتوس، ففرح بزاف وعنق امو ومشى مع فلاديمير نادي سانتوس، دوز الاختبارات وتقبل مع فريق الشباب. المدرب ما عجبوش اللعب ديال ديكو وقال له خاصك تلعب بطريقه اوروبيه، هادشي خلى ديكو ما يتاقلمش مع الفرقه والمستوى ديالو بدا كينقص، وقرر يمشي بحاله. وهو خارج شافوا فلاديمير وخرج موراه ولحقوا في المحطه ديال التران وسولوا علاش مشيتي، قال له المدرب ما عجبوش اللعب ديالي وطريقه الجينغا. فلاديمير عاود له على القصه ديال الجينغا وفوقاش بانت وانها كانت وسيله ديال الدفاع على النفس في افريقيا وتحولت لطريقه لاعب ديال كره القدم، وبسببها خسر المنتخب البرازيل كاس العالم 1950، وقرروا باش ما يبقاوش يلعبوا بها ويلعبوا بطريقه اوروبيه باش ما يخسروش مره اخرى. فلاديمير قال له الا كنت قادر تلعب بالطريقه ديالك وتفرض راسك ودير تغيير رجع للملعب، والا كنت ما قادرش والمدربين عندهم الحق سير بحالك حيت ما غاديش تقدر تلعب بالطريقه ديالهم. كلام فلاديمير اثر في ديكو وقرر يرجع ويتدرب مزيان ويلعب بالطريقه ديالو ويوازن بينها وبين اللاعب الاوروبي، وسجل البيت الاول ديالو والمدرب عجبو اللعب ديال ديكو وشجعو وقدر يسجل 4 البيوت في ماتش واحد، وبدا ديكو يتدرب ويطور المستوى ديالو واختاروه يلعب في الفريق الاول ديال سانتوس، ورجع هو الهداف وعمره 16 عام. في العطله رجع للدار يشوف والديه وشرى الباه راديو باش يسمع المقابلات، وسمع للراديو باش يعرف التشكيله ديال المنتخب البرازيلي اللي غادي تشارك في كاس العالم 1958، وما كانش كيظن باللي غادي يختاروه. فرح بزاف ملي سمع سميته مع التشكيله ديال المنتخب كاصغر لاعب. سافر باش يحضر المؤتمر الصحفي للمنتخب وتلاقى مع خوسي ولد الناس اللي كانت مو خدامه عندهم، وبدل سميته بمازولا وحتى هو لاعب في المنتخب. بدا المؤتمر والصحفي سول واش غادي تلعبوا باسلوب الجينغا، ديكو قال له غادي نلعبوا به راه ما في حتى مشكل. المدرب حيد له الميكرو وقال ما غاديش نلعبوا باسلوب الشوارع، غادي نلعبوا بالطريقه الاوروبيه المتحضره. ومنين سال المؤتمر المدرب عيط على ديكو وقال له تقدر طريقه الجينغا خلاتك تلعب الفريق سانتوس، انا ما غاديش نخلي لاعب عندي في الفريق يلعب بهذه الطريقه. في التدريب التالي اللي غادي يختار فيه المدرب التشكيله الاساسيه ديال المنتخب، ديكو ما لعبش مزيان حيت ما لعبش بالطريقه ديالو وتقاص في رجله وما تختارش مع التشكيله الاساسيه، وعيط لوالديه وطلب منهم السماحه حيت سمح في القرايه وتبع الكره. مو قالت له احنا كاملين معك وكندعموك خاصك تكمل. بداو الماتشات ديال كاس العالم 58 وغلبات السويد المكسيك، وفي الماتش ديال البرازيل مع الانجليز تقصاو 3 ديال اللعابه ديال البرازيل، وفي الماتش اللي موراه مع الاتحاد السوفيتي المدرب ما لقاش شكون يلعب ودخل ديكو، واخا مازال ما براش مزيان وما لعبش مزيان حيت اول مره يلعب مع المنتخب ورجله مازال ما برات، وقدروا يغلبوا الاتحاد السوفيتي بواحد لزيرو بصعوبه. والماتش اللي موراه غادي تكون ضد فرنسا وكان ماتش صعيب، سال الشوط الاول بواحد لزيرو لفرنسا، وما بين الاشواط خوسي قال ديكو انت اللي تقدر تربحنا تيق في راسك ولعب بالطريقه ديالك. بدا الشوط الثاني وديكو لعب بالطريقه الجينغا وقدر يسجل 3 ديال البيوت، وغلبات البرازيل ب3-1 وتاهلوا للفينال مع السويد. باين ديكو عيط لولده وقال له راني تفرجت في الماتش اللي لعبته ضد فرنسا، لعبتي مزيان وكنتي تايق في راسك وهادشي اللي خاصك دير، وتشجع حتى صحابك باش يتيقوا حتى هما وتلعبوا لعب جماعي وتربحوا الكاس. النهار الثاني ديكو هضر مع صحابو وهما كيتغداو وقال لهم غادي نمشيو للمناره بالكره بطريقه الجينغا باش نوحدوا اللعب بيناتنا. تحمسوا وبداو يلعبوا بالكره وسط الريستو في الكوزينه وخرجوا يلعبوا على برا. المدرب شافهم وبقى متبعهم من الشرجم وهو ساكت وهما كيبينوا المهارات ديالهم، وبدا يتشاور مع راسه. النهار الثاني المدرب قال للعابه اما غادي نلعبوا بطريقه حديثه وغادي نخسروا، ولا غادي نلعبوا بطريقه الجينغا وغادي نربحوا، فاختاروا يلعبوا بطريقه الجينغا. وبدات المقابله النهائيه ما بين السويد والبرازيل، والسويد ماركات البيت الاول والنتيجه كانت 1-0 للسويد. ديكو شاف الجمهور اللي في الملعب وشاف بانهم كيستحقوا يفرحوا، وبدا يلعب باسلوب الجينغا وبين المهاره ديالو وسجلوا الهدف الاول والثاني، واللعابه ديال السويد ما فاهمين والو وما عارفين شنو وقع واخا هما فرقه كبيره. البرازيل زادت ماركات الثالث والرابع والخامس وربحات كاس العالم 1958، وفرح ديكو
ولا بيلي كما كان كيقولوا الجمهور. وفي البرازيل كل شيء خرج للشوارع واحتفلوا بأول كاس العالم ربحوه، والفضل بطبيعة الحال كان لبيلي، ورجع أسطورة وأصغر لاعب لعب في كاس العالم وفاز به. وهنا كيتسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش ديروا جيم، وفي الآخر شوفوا الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة باش تشوفوا الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الملخص الجاي. Peace.